اليوم سوف نقوم بمعرفة طرق خمس طرق لتفعيل الواي فاي أو الواي فاي بالحاسوب الخاص بنا. أول طريقة وهي تفعيله عن طريق زر الـ FN. لاحظوا هنا، فأنا أضغط على زر FN ثم أبحث على رمز الواي فاي، يكون في الغالب في الـ F2 أو الـ F5 فهو يكون رمز الواي فاي. أضغط على FN ثم F2. لاحظوا هنا تم إلغاء تفعيله. الآن سوف أعيد تفعيله من هنا، فهو الآن ها هو مفعل جيدا. إذن هذه هي الطريقة الأولى، أو عن طريق زر يكون في الجانب الأقصى إما الأيمن أو الأيسر في الحاسوب، يكون مسؤول عن تفعيل أو إلغاء تفعيل الواي فاي. الطريقة الثانية هي أكتيف، هي تفعيل للكارت ريزو أو كارت. أذهب هنا إلى أوفغيغ لو سونتر ريزو إي بارتاج، ثم أذهب إلى جيري لي ريزو أو موديفي لي باراميتر دو لا كارت، ثم أذهب إلى مكان الواي فاي هنا. لاحظوا فهو هنا الآن مفعل، لاحظوا هنا ديزاكتيفي، إذن فهو مفعل. سوف أقوم الآن بتجربة إلغاء تفعيله الآن بيمين الفأرة، ثم أضغط على ديزاكتيفي، فلاحظوا الواي فاي قد تم إلغاء تفعيل الواي فاي. سوف أعيد تفعيله، إذن لاحظوا هنا قد تم تفعيله بنجاح. الطريقة الثانية هي انستالي بيلوت دو واي فاي، أو تثبيت برنامج يكون مسؤول عن تشغيل الواي فاي، أو مسؤول عن عمل رابط ما بين الماتريال أي لاكارت ريزو و البرنامج. سوف أذهب إلى أورديناتور ثم أضغط بيمين فأرة، ثم أذهب إلى بروبريتي ثم جيري دو بيريفيريك أو جيستيونير دو بيريفيريك. لاحظوا هنا لا أجد علامة صفراء على كارت ريزو، إذن فالواي فاي الخاص بي فهو جيد، مثبت بشكل جيد. لاحظوا هنا لدي ديل وايرلس، إذن ديل هو نوع الحاسوب الخاص بي، ووايرلس هو الواي فاي باللغة الإنجليزية. إذن فأنا لدي تثبيت مسبق للواي فاي الخاص بي، للبيلوت الواي فاي عذرا. لاحظوا إذا ضغطت هنا بيمين الفأرة وعملت ديزاكتيفي أو إلغاء التفعيل، فسوف يتم إلغاء تفعيل الواي فاي بصفة عامة. لاحظوا هنا، أما إذا قمت بإعادة تفعيله أضغط باليمين دائما ثم أعمل أكتيف، فلاحظوا هنا قد تم إعادة تفعيل الواي فاي. فتأكدوا من تثبيت أو عدم تثبيت البيلوت. إذا لم تكونوا قد ثبتتم بيلوت خاص بكم، سوف نذهب إلى جوجل ونبحث عن الواي فاي، عن درايفر أو بيلوت خاص بالواي فاي. سوف أذهب إلى جوجل ثم أكتب تو لي درايفر، ثم أدخل إلى هذا الموقع تو لي درايفر. قوموا بطرح الأسئلة الخاصة بكم في الإنستغرام وسوف أقوم بالتواصل معكم فورا. لاحظوا هنا سوف أضغط على ديتكسيون أوتوماتيك مي درايفر، سوف أضغط هنا ديتكسيون أوتوماتيك مي درايفر، سوف أقوم بإغلاق الإعلان ثم أقوم بتحميل مي درايفر 3.0.4.exe. فأنا قمت بتحميلها مسبقا، سوف أقوم بتشغيل البرنامج هنا في المكتب. سوف أضغط عليه كأدمينستراتور، اكزيكوتي اون طونك ادمينستراتور. لاحظوا فهو يقوم الآن بماذا؟ يقوم بعمل سكان للبيلوت أو للدرايفر الموجودة في الحاسوب الخاص بي، ويتأكد من هل هناك نقص ما في مجموع لي درايفر الخاصين بي. فهنا قد ذهب بي الى موقع لاقوم بتحميل لي بيلوت او لي درايفر الذين لا اتوفر عليهم في حاسوبي. فمثلا لدي هنا هذا البيلوت لديه علامه صفراء، فهو لا يتوفر في حاسوبي، فهو كنترولر بي سي اي لن احتاجه. فالمهم عندنا هو وايرلس. طبيعة الحال اذا اردت تحميله اضغط على السهم. لاحظوا هنا ديل وايرلس، فهو مثبت في حاسوبي بنجاح درايفر انستالي.
إذا كان عليه علامة صفراء الوايرلس، إذا كان عليه علامة صفراء فقوموا بتحميله من السهم الذي لديه اتجاه في الأسفل هنا، قوموا بتحميله وقوموا بتثبيته، ثم أعيدوا تشغيل الحاسوب وسوف يشتغل معكم بإذن الله. إذن هذه الطريقة لطريقة البيلوت أو الدرايفر. الطريقة الثانية، الطريقة الرابعة، وهي عن طريق SMD. لدي هنا SMD، نذهب إلى SMD ثم Executer en tant que administrateur. ثم هنا أقوم بإدخال Netsch Winsock Reset. تأكدوا بأنكم تشتغلون بالأدمينستراتور Netsch Winsock Reset، ثم أضغط على Entry. إذن هنا قد قام بعملية التصحيح. قوموا بإعادة تشغيل الحاسوب ثم جربوا تفعيل الواي فاي. إن لم تشتغل الطريقة سوف نذهب إلى الطريقة الخامسة، وهي هي أيضا عن طريق CMD. سوف أذهب مرة أخرى وأقوم بفتح CMD ثم أبحث CMD ثم أضغط باليمين Executer en tant que administrateur وأقوم بإدخال net cfg ناقص دي، يعني تيري ديال 6 ديال 6 ناقص دي. سوف لن تشتغل العملية معكم في المرة الأولى والثانية والثالثة وأيضا الرابعة. انطلاقا من المرة الخامسة سوف تشتغل. قوموا بإعادة كتابة الكوموند وكليك على Entry وسوف تشتغل في المرة الخامسة أو الرابعة. هذا كل شيء. لا تنسوا دائما التواصل معي في الإنستغرام لحل مشاكلكم التقنية في الحاسوب. دائما أجيب على أسئلتكم في حسابي في الإنستغرام، سوف تجدونه في الوصف. إذن هذه هي الطرق الخمسة لتفعيل الواي فاي. دائما تأكدوا من أن البيلوت أو الدرايفر هو مثبت بشكل جيد. إلى اللقاء.